من أراد أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ويعلمه من العلوم والأسرار والتسخيرات النورانية والأسرار الروحانية والعلوم الإلهية ويصبح حكيما ويعطيه الله سبحانه وتعالى الحكمة والعلوم العقلية والعلوم النورانية، ويفتح الله له في التسخيرات وفي العلوم وفي الأسرار وينال البركات ومعالجة الناس وقضاء حوائج الناس وحوائج نفسه وحوائج من أسندوا إليه أمر حوائجهم، فعليه باسم الله تعالى الحكيم. ولهذا الاسم خاتم عظيم أيها الإخوة الكرام، من لبس هذا الخاتم وذكر اسم الله تعالى الحكيم فإن الله سبحانه وتعالى يلهمه الحكمة والعلوم الدقيقة ويسخر له العوالم الروحانية الربانية العلوية، ويعطيه الله من غرائب المعاني والأسرار والكرامات ما يسر قلبه وتقر به عينه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا وناصيرا، أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعينا الكرام. كيف لك أيها الأخ الكريم أيها الأخ الكريمة أن تتخيل معنى اسم الله تعالى الحكيم، هذا النور الرباني، هذا الاسم العظيم الذي متعنا الله سبحانه وتعالى به وبالدعاء به وبأسراره وأنواره. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاسم في القرآن العظيم فقال: وهو العزيز الحكيم، ومعناه العادل في التقدير، المحسن في التدبير، ذو الحكمة البالغة، الذي يضع كل شيء موضعه ويصنع كل شيء أثخنه، ولا يعرف كنها حكمته غيره سبحانه وتعالى، وهو يدبر الأشياء بألطافه الخفية، فلا تدري تدبير الله سبحانه وتعالى لك بسر اسمه تعالى الحكيم. وله معاني وتصريفات ومراتب، وينقسم إلى أقسام، كل ينال من فيض هذا الاسم الشريف على قدر اجتهاده وقدر ذكره لهذا الاسم الشريف والتعلق به وحبه لهذا الاسم الشريف. فهذا الاسم أيها الإخوة الكرام، من تقرب إلى الله تعالى بذكره والدعاء به في السجود وفي غير السجود وبعد الصلوات وبالأعداد التي سنضعها إن شاء الله تعالى، ألهمه الله تعالى الحكمة وعلمه العلوم التي لم يكن يعلمها من قبل، وينال الأسرار التي تفوق أقرانه علما من عند الله ونورا من الله سبحانه وتعالى، يفتح له في قلبه، يتلقى منه هذه العلوم وهذه الأسرار وهذه الكرامات والرؤيات المنامية والأسرار النورانية بسر هذا الاسم الشريف، ويعلمه الله تعالى دقائق العلوم وغرائب المعاري ولطائف الإشارات من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الاسم الشريف إذا تخلق الإنسان به أيها الإخوة الكرام، وأنا أشير هذه المرتبة مرتبة الصالحين والذين يزكون أنفسهم بتزكية النفس ويسارع في الخيرات، فمن تخلق بأخلاق هذا الاسم الكريم وذكر اسم الله تعالى في أوقات مختلفة وتوسل إلى الله تعالى متأدبا بأداب الصالحين، فإنه يتضاعف عليه الفيض الإلهي في كل ما يطلبه، خصوصا في العلوم والأسرار والإيمان والنورانيات، ويتضاعف عليه الفيض الإلهي في دقائق العلوم والمكاشفات والأسرار النورانية لمن يطلب هذه العلوم أيها الإخوة الكرام، وتتفجر ينابع الحكمة من قلبه على لسانه فينطق بالحكمة فيكون حكيما ويقضي حوائج الناس ويقضي حوائجه، ويتجلى عليه الأنوار بذكر هذا الاسم الشريف، وتتجلى عليه خاصية هذا الاسم الشريف، فيصبح حكيما ولا يموت إلا في نعمة ولا يموت إلا في علم وأسرار وأنوار، وهو من العلوم الموهوبة أيها الإخوة الكرام وليس من العلوم المكسوبة، فربما يهبك الله من العلوم ما لم تقرأه في كتاب ولم تتعلمه من شيخ، ويكون لك علما خاصا بك
تتصرف به في أقدار في مشيئة الله تعالى وأقداره بلطفه وحكمته وإذنه في هذا الكون، وتقضي حوائجك وحوائج من أسندوا إليك أمر حوائجهم بإذن الله تعالى من الشفاء وقضاء الحوائج وجمع الشمل وتبطيل السحر وكل ما يخطر على بالك من التصرفات الربانية الداخلة في إطار الشرعي أيها الإخوة الكرام. ولكن العمل هذا عمل صالح كما أقول لكم، وهو مشروط بتزكية النفس، هذه المرتبة الأولى لذاكري هذا الاسم الشريف. والمرتبة الثانية أن من أكثر ذكر هذا الاسم الشريف وهو على حالي مع أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يفهم حقائق المعاني من الأسرار المخزونة والأنوار المكنونة، ويفتح له بابا للتصريف بإذن الله تعالى على قدر اجتهادي، على قدر اجتهادك وعلى قدر ذكرك لهذا الاسم الشريف وتعلقك به وحبك له. ويرزقك الله سبحانه وتعالى الفهم في علوم الحكمة. وهذا الاسم لمن ضاق عسى له أيها الإخوة الكرام، وليس لمن سمع وتخلى، بل لمن عمل وذكر هذا الاسم الشريف ينال كل هذه الأسرار التي ذكرناها. وكذلك هو كان يذكره الحكماء كثيرا والعلماء كثيرا، فيبدعون في العلوم والأسرار، ويظهر عليهم أثار الصلاح، ويظهر عليهم أثار الفتح، فيأتون بالعلوم التي لم تكن عند سابقهم وعند نظرائهم. ولهذا الاسم الجليل خاتم مبارك كما ذكرت لكم في أول الحلقة. لمن أراده ويتواصل معنا نرسله له، فهو لجميع الأسرار النورانية. فمن كان متعلقا قلبه بالعلوم والأسرار والحكمة فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه فيه حكمة عظيمة يفرح بها ويطمئن بها قلبه بإذن الله تعالى من جميع الأسرار، خصوصا من دوم على ذكر هذا الاسم الشريف. فمن أراد هذا الختم فليتواصل معنا عبر الواتساب، ستجدونه في أسفل الفيديو إن شاء الله تعالى. وهناك قصص كثيرة وروايات صحيحة بالتوسل بهذا الاسم الشريف، أدركوا علوما كثيرة أيها الإخوة الكرام وأسرار، ولا تحقر نفسك في هذا الباب، فالكل واقف أمام عطاء الله تعالى، كل خطب في لطفه حقير أيها الإخوة الكرام، وكل شيء في عطائه بسيط جدا أيها، وهو على كل شيء قدير أيها الإخوة الكرام. وعدد ذكر هذا الاسم الشريف أيها الإخوة الكرام هو قليل جدا وبسيط جدا أيها الإخوة الكرام، هو 78 مرة. الحكيم أو يا حكيم أو لا إله إلا الله الحكيم 78 مرة فقط أيها الإخوة الكرام، مرة في الصباح ومرة في المساء أو بعد كل صلاة، حتى تنكشف أسرار نور هذا الاسم عليك في قلبك ويظهر عليك أثار الفتح. فاستمروا في ذكر هذا الاسم مع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتجلى علينا وعليكم بأنوار هذا الاسم الشريف، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.